مساء الخير. اختتام مؤتمر مانحي سوريا في بروكسل، ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تعلن تبرع الدول المانحة ب4 مليارات و400 مليون دولار لدعم سوريا. تصريحات ألمانية تهاجم نظام الأسد وتدعو لمحاسبته على جرائمه بحق شعبه وتصفه بالهمجي. ترامب يؤكد أنه لن يسمح بتنامي النفوذ الإيراني في سوريا، ويقول إن الولايات المتحدة تريد ترك أثر قوي ودائم في سوريا. قتل 30 إرهابيا وتدمير أوكار إرهابية وفق ما أعلن الجيش المصري في شمال سيناء ووسطها. جماعة طالبان تعلن انطلاق هجوم الربيع وترفض دعوة للسلام وتصفها بالمؤامرة. الحكم بإعدام 4 من بقايا داعش في الأنبار، تم اعتقالهم خلال عمليات مطاردة بقايا التنظيم وقادة في المناطق الصحراوية شمالي المحافظة.